سلطان عثماني خاض حروب وفتوحات كتيرة جدا، وكان اسمه بيسبب الرعب في قلوب أعدائه. حكم أكتر من 40 سنة، ورغم كده كان فاقد السيطرة على القصر بسبب مؤامرات زوجاته والجواري. هو السلطان العثماني سليمان القانوني. قبل ما نبدأ الفيديو يا ريت تشترك في القناة وتفعل زر الجرس، ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتقول لي رأيك في الكومنتات. ومش هطول عليكم، يلا بينا نشوف الفيديو. السلام عليكم، اهلا بكم وحلقه جديده من اصل الحكايه، وفيديو عن حقيقه الصراعات التاريخيه من داخل القصر العثماني. المسلسل المشهور حريم السلطان كلنا سمعنا عنه، وناس كتير مننا كانت متابعاه لانه من اجمل المسلسلات التاريخيه للعصر العثماني، وخصوصا عصر السلطان سليمان القانوني. المسلسل كان مليان باحداث وقصص وصراعات حصلت جوه القصر العثماني، ورغم دمويه وكميه القتل اللي كانت في الاحداث الا انها اقل بكتير من اللي كان بيحصل فعلا وقتها من صراعات وخلافات وسيطره على القصر ومؤامرات كانت جوه القصر العثماني في عهد السلطان سليمان القانوني. بتشهد جدران القصر العثماني احداث كتير، وبعض احداث المسلسل كانت للحبكه الدراميه، حتى بعض الشخصيات زي فريال ملهاش وجود في الحقيقه وشخصيتها في المسلسل كانت علشان تخدم الدراما مش اكتر. لكن الشخصيات الأساسية في المسلسل كانت حقيقية، وأهمهم كان شخصية السلطان سليمان وابنه الأمير مصطفى وهيام والصدر الأعظم إبراهيم باشا وغيرهم. هنتكلم النهاردة عن السلطان سليمان ما بين الواقع وأحداث المسلسل اللي ما غيرش كتير من الشخصية الحقيقية لسليمان القانوني وحقيقة إعدام ابنه الأمير مصطفى والوزير إبراهيم باشا. في الأول عايزين نعرف مين هو سليمان القانوني السلطان العثماني. سليمان القانوني كان معروف باسم سليمان العظيم أو سليمان القانوني العثماني، وهو السلطان العثماني العاشر اللي حكم الإمبراطورية العثمانية من سنة 1520 لحد وفاته سنة 1566، يعني حكم الدولة العثمانية 46 سنة، وكانت أحداثها وإنجازاتها وصراعاتها كتير جدا كعادة الدولة العثمانية. تولد سليمان في 6 نوفمبر عام 1494، وهو ابن السلطان سليم الأول وأدمى خاتون، وحكم سليمان العثماني يعتبر ذروة عصر العثمانيين وفترة من الازدهار الثقافي والسياسي والعسكري للإمبراطورية العثمانية، وهو ده فعلا اللي وضح المسلسل في مجمل أحداثه وسلط الضوء على فتوحات السلطان سليمان خلال فترة حكمه. المسلسل جسد سليمان بانه قائد عسكري من الطراز الاول وقائد حملات عسكريه ناجحه ضد كتير من الدول بما فيهم مصر، بالاضافه للعديد من الحملات البحريه ضد الدول الاوروبيه. كان من اهم فتوحات السلطان العثماني سليمان القانوني حمله بلجراد سنه 1521، وكانت بلجراد تحت حكم المملكه الهنجاريه اللي هي مملكه المجر، وسيطر عليها السلطان سليمان وتوسعت الاراضي العثمانيه في شرق اوروبا. حملة الرملي سنة 1522، وكانت للحملة دي أبعاد استراتيجية للسيطرة على جزيرة رودس في البحر الأبيض المتوسط، واستمرت المعركة لفترة طويلة، وفي النهاية الفرسان الأوروبيين الموجودين على الجزيرة استسلموا أمام القوات العثمانية. حملة فيينا سنة 1529، وكانت بهدف السيطرة على العاصمة الهنجارية فيينا، لكن الحملة انتهت بفشل السيطرة عليها. حملة بغداد سنة 1534، واللي قدر فيها السلطان سليمان انه يسيطر على مدينة بغداد وجزء كبير من العراق. طبعا السلطان سليمان القانوني كان ليه حروب وحملات كتير جدا، اخرها كانت حملته على المجر، وتوفي السلطان سليمان القانوني سنة 1566 اثناء حصاره لسكتوار التابعة للمجر، وكان عمره وقتها 71 سنة، وده يدل على انه قد ايه السلطان سليمان القانوني كان حريص على انه يحافظ على الدوله العثمانيه وتوسعاتها لاخر يوم في عمره. بالمناسبه السلطان سليمان القانوني مات بمرض النقرس اللي كان وراثي في الاسره العثمانيه، واللي مات بيه المؤسس عثمان مؤسس الدوله والامبراطوريه العثمانيه، زي ما وضحنا في الفيديو اللي هيظهر في حرف الاي اللي فوق ده لما اتكلمنا عن حياه المؤسس عثمان من ولادته لحد اعلانه قيام الدوله العثمانيه، وهتلاقيني سايب لك الفيديو في الوصف. السلطان سليمان القانوني ما كانش حاكم وبس، لكن كان عنده شخصيه ثقافيه وادبيه، وسبب انه اشتهر بلقب القانوني هو جهوده في تطوير النظام القانوني العثماني واصدار مجموعه شامله من القوانين، غير انه كان بيهتم بالفن والعماره والادب وبيشجع العلوم والاداب والفنون في الامبراطوريه. داخل القصر كانت حياة السلطان سليمان غريبة شوية مع الجواري، رغم انه يعتبر حسب ما حكى التاريخ من اقل سلاطين الدولة العثمانية حبا في النساء، لان كل وقته كان مشغول بالفتوحات والحروب. التاريخ اتكلم عن صراعات الجواري على السلطان، والمسلسل سردها بطريقة درامية شدت جمهور كبير ليه. فالسلطان سليمان سحرته جارية اوكرانية اسمها روكسلونا، وكان اسمها في المسلسل الكسندرا،
وحاول المسلسل انه يجيب ممثلة تشبهها في الملامح، وكانت ركسلونا جميلة جدا وسحرت السلطان سليمان بجمالها وذكائها، واطلق عليها سليمان اسم هوميونو، في المسلسل كان اسمها هيام. في الجزء الثاني هنتكلم عنها بالتفصيل اكتر لانها شكلت جزء كبير من التاريخ العثماني، وفي كتير من التفاصيل المحيرة والاساطير حول هوميون. الحياة داخل القصر كانت اشبه بالروايات، وده اللي جسده المسلسل اللي كان بيحكي عن الحياة داخل القصر العثماني والصراعات اللي كانت بين الجواري، لان كل واحدة منهم كانت عايزة تفوز بقلب السلطان، واللي زود الصراعات بينهم ان الجارية اللي كانت تحمل من السلطان كانت بتكون من المفضلات، ولو جابت ولد بتبقى سلطانة، فطبيعي ان يكون في بين حريم السلطان صراعات دموية. والاصل في القصر العثماني ان كان لازم يكون السلطان عنده اكتر من جارية عشان يكون عنده ولاد كتير، وبكده يحافظوا على السلالة العثمانية. والاغرب من ان السلطان لازم يكون عنده اكبر عدد من الابناء الذكور، ان بمجرد اي سلطان ما يمسك الحكم كان لازم يقتل اخواته علشان يمنع الصراعات على الحكم، وده كان اسمه قانون قتل الإخوة اللي اتلغى بعد كده على ايد السلطانة قسم، وهبقى اقول لكم قصته بعدين. ولان الاخ كان بيقتل كل اخواته فكان لازم يتجوز بسرعة اكتر من جارية علشان يكون فيه اولاد كتير، لانه لو مات لاي سبب هيتقضي كده على السلالة العثمانية. وكان من اشهر الاحداث التاريخية في تاريخ السلطان سليمان هو قتله لاقرب اتنين ليه، وهم ابنه الاكبر الامير مصطفى والصدر الاعظم ابراهيم باشا، وده كان وزيره وصديق عمره، ويقال ان كان لهوميون يد في قتلهم. موضوع قتل سليمان لابنه الامير مصطفى معروف باسم قضية مصطفى باشا، وهو موضوع خلافي بين المؤرخين والمستشرقين. واكتر قصة مشهورة ان السلطان سليمان القانوني قتل ابنه الامير مصطفى في سنة 1553، والسبب ورا جريمة القتل دي كان خلاف حاد بين السلطان سليمان وابنه الامير مصطفى على خلافة الامبراطورية العثمانية بعد لما يموت السلطان سليمان، لان السلطان سليمان كان يفضل تولي ابنه سليم الثاني الخلافة، في حين كان مصطفى عنده طموح كبير لتولي العرش. وفي سبيل الحفاظ على السلطة قرر السلطان سليمان انه يحمي سليم من مصطفى، وامر باعدام ابن مصطفى في القصر العثماني، وتم احتجاز مصطفى لمحاكمته باثارة الفتن، وبعد كده اعدم بناء على قرار السلطان. وفي النهاية يعتبر قتل السلطان سليمان لابنه مصطفى قصة محل جدل وتفاصيلها غامضة، وبتختلف الروايات والتحليلات فيها. المسلسل صور اعدام الامير مصطفى بشكل درامي لابعد الحدود، وحلقة مقتل الامير مصطفى وخصوصا مشهد قتله كان من اروع مشاهد المسلسل على الاطلاق. تعالوا نشوف جزء منها وارجع لكم تاني. Haydi söyle onu nasıl sevdiğimi, haydi söyle rüyalarda gördüğümü, haydi söyle uykusuz gecelerimi, haydi söyle, haydi söyle onu nasıl sevdiğimi, haydi söyle. صراحة المشهد عظيم والموسيقى والإخراج عظمة، وكانت حبكة درامية قوية جدا من أول لبس الأمير للون الأبيض والرسالة اللي حطها في ملابسه للسلطان، لأنه كان عارف وحاسس إن أبوه هيقتله، لحد ما فعلا مات مصطفى وبكى عليه أبوه وحضنه وتحول بين إيده لطفل صغير. الإبداع الدرامي خلى كل الناس تنسى كل تاريخ سليمان العظيم وتفتكر الأمير مصطفى الشجاع اللي كل الجيش الانكشاري العثماني كان بيحبه، وتصوير حزن الجيش على مصطفى كان واقعي جدا. وفي النهاية يعتبر قتل السلطان سليمان لابنه الامير مصطفى قصة محل جدل، وهتفضل تفاصيلها غامضة وتختلف فيها الروايات. لكن على اعتقاد الشخصي لو فعلا سلطان ذكي زي سليمان قتل ابنه، فاكيد لانه وقع تحت مؤامرة وفتنة محبوكة جدا واعدم ابنه، او لانه كان هيصير فتنة فعلا في الدولة العثمانية وبكده كانت الدولة هتنهار، فكان لازم ان هو يشوف حل، وما لقاش حل غير ان هو يعدمه.
من أقوى الأحداث اللي حصلت خلال حكم السلطان سليمان هي إعدام الوزير إبراهيم باشا، وكانت من أغرب الأحداث اللي حصلت فعلا، سواء الحقيقة التاريخية أو الحبكة الدرامية في المسلسل. الأحداث المتفق عليها في المسلسل واللي حكاها التاريخ إن إبراهيم باشا كان من أعظم الوزراء في عهد السلطان سليمان، وكان في البداية وفي جدا للسلطان وحماه كتير من مؤامرات القتله. ومع نفوذه والصلاحيات اللي أخذها من السلطان اتغير الصدر الأعظم إبراهيم باشا وفرض سيطرته، وخصوصا مع مفاوضاته مع الصفويين، وعمل لنفسه عرش خاص بيه وتمثال، وده كان من ضمن احداث المسلسل. ويقال ان فعلا ابراهيم باشا كان يملك تماثيل كتير في قصره، وكانت السلطانه هميون من اشد اعداء ابراهيم باشا، وده وضح المسلسل باحداث دراميه كتير كانت لخدمه العمل الدرامي اكتر منها احداث تاريخيه وموثقه. يعني المؤلفه بتاعت المسلسل كانت بتاخد الحقيقه التاريخيه وبتنسج هي احداث وشخصيات، وده كان واضح جدا في طريقه اعدام ابراهيم باشا. التاريخ كان فيه جدل في طريقه اعدامه، في اللي قال ان ابراهيم باشا مات مشنوق، وفي اللي قال انه مات مسموم. فايا كان، فالحقيقه المؤكده ان السلطان سليمان هو اللي امر باعدامه. مشهد موت الصدر الاعظم ابراهيم باشا في المسلسل والاحداث اللي خلت السلطان سليمان يشك فيه ويعدمه والمؤامرات والصراعات اللي كانت بينه وبين السلطانه هيام، كل دي كانت من اهم عوامل نجاح العمل الدرامي الكبير القرن العظيم المعروف باسم حريم السلطان. رغم كل الحقائق المرعبه عن سليمان القانوني ووفاته في عام 1566، يعني من قرون كتيره، الا انه يعتبر واحد من ابرز السلاطين العثمانيين واحد اعظم قاده العالم في تاريخه. لو عجبكم الفيديو اكتبوا لي في التعليقات الحلقه الجايه تحبوا نتكلم عن مين من حشيه وجواري القصر والشخصيات اللي في المسلسل، زي سنبل اغا وفريال وناهد دوران زوجه السلطان سليمان ما بين الواقع وخيال المؤلف، ولا نتكلم عن جبروت ونفوذ السلطانه هيام، ولا نكمل كلام عن ابراهيم باشا وحقيقه قصه خيانته لاخت السلطان رغم عشقه ليها. انتظر رايكم في التعليقات، وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم اشعار باي فيديو جديد انزله. اشوفكم في فيديو جديد، سلام عليكم.